بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز الصلاة للفالنة الحمالات؟ دي عاملة إشكالية عند كتير من الناس، لأن مش متصور المسألة. أولا، أصل المسألة عند جمهور الفقهاء أو عند الفقهاء عموما، إن هل يجوز الصلاة والإنسان عارك كتفيه، مفيش حاجة على كتفه؟ فجمهور الفقهاء قالوا يجوز، لأن العورة عند الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة. قالوا إن الكتف مش العورة في الصلاة، ولا خارج الصلاة بالمناسبة يعني. إنما الحنابلة اللي منعوا الصلاة إلا والإنسان يكون على عاتقه أو على كتفه شيء. ليه؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد وليس على عاتقه شيء. فقالوا ده منع، ونص في المنع من اللي انت تصلي وليس على كتفيك شيء. لكن جمهور الفقهاء قالوا هذا النهي على سبيل الكراهة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة بالثوب الواحد، وممكن الثوب الواحد ده يكون مثلا بنطلون مرفوع لغاية بعد السرة وتكون الصلاة صحيحة. فقالوا إذن ينتقل الأمر من الوجوب، من التحريم إلى الكراهة، والصلاة تكون صحيحة. وده القول الأرجح، خاصة بقى إن فالين الحمالات أصلا تعتبر شيء على العاتق. ده احنا بنقول لو مش على عاتقك ولا على كتفك شيء، وما دمت ساتر العورة، فتصح الصلاة على مذهب الجمهور، وقولهم أرجح وأقوى. فما بالك كمان لو حطيت حاجة على كتفك، اللي هي الحمالات بتاعت الفالنة اللي انت بتصلي بيها. فده مذهب الجمهور، وده كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من العلماء المعاصرين، ولا حرج اطلاقا ان انت تصلي بالفالنة الحمالات. لكن الاحسن والافضل ان انت تصلي في كامل الهيئة. قال عليه الصلاة والسلام: فان الله احق ان يتزين له. يعني من ناحية الاستحباب والافضلية تصلي بالثياب الكاملة النظيفة الطيبة. من ناحية انه يجوز او لا يجوز، لا يجوز، وان كان خلاف الافضل. وما عندناش بقى في الفقه يا اخوانا موضوع اصل هو ينفع تقف قدام مديرك كده؟ ما دام ربنا سبحانه وتعالى شرع ذلك واباح ذلك، يبقى يجوز. هو ربنا سبحانه وتعالى يعني سمح لنا بذلك من رحمته عز وجل، اللي احنا نقف بين يديه بالفلين الحمالات. ليه تضيقوا رحمة الله عز وجل؟ فيجوز، خاصة ما في الحر الإنسان بيكون حران وعايز يخش ينام، فعايز يصلي العشاء قبل ما ينام أو يصلي الوتر قبل ما ينام، فممكن يكسل. إنما لما ما نلزموش بلبس شيء معين يصلي على حاله، وده من الرخصة في الشرع، مش عشان خاطره يعني، لا، هي الرخصة موجودة. فده ييسر على الناس اللي هم يحافظوا على صلاتهم، يحافظوا على قيام الليل، أو يحافظوا على صلاة الوتر. فده شيء الحمد لله من الدين، وشيء جائز، وهو المذهب المعتبر عند أكثر الفقهاء والعلماء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.